حفلت سهر سراء لوسو أغاسم يواي كسو قيب غلين والدين علمو قار كميدا مسؤولين تلسو دورتي أيا وحاي كردعدي مدرسة السلام مغالة تاني غارسا حفلتا ومرت شرف وها مدنها غارسة تاوشيب مجدقة وبرو أيا هيد قلن جبين اي كوبوغين كنتون يشن اردي دفع دي لاتني ساقالات وطني مركي لاساسي مدرسة داسي أرديدا قلن جبسي أيا مسرح كسو بندقى وغورين خيركا إيا علميقى لباري ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. رحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، هذه خطبة رسالة إلى الشباب حول النشر إلى وسائل التواصل الاجتماعية. وأقول ثانية، أما بعد، فيا أيها الأحبة، لقد انتشر في هذه الأزمنة أناس ينشرون الصور الفاضحة على وسائل التواصل الاجتماعية فضلا عن عرضها في الطرق والمجلات، وهذه الصور لا شك في تحريمها، ولا تخفى على أولي الألباب والأبصار ومن لهم فطرة سليمة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك فقال: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهم: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخل المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مصيرة كذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا، الحمد لله ذو الجبروت والكبرياء والعظمة، الحمد لله الذي أتم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الحضور الكرام، ضيوفنا الكرام، طلابنا الأعزاء، معلمون الأفاضيل، آباؤنا وأمهاتنا، أحييكم بتحية أحلى من العسل وأغلى من الذهب وأجمل من الياقوت والمرجان، ألا وهي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وبعد، أعزائي المشاركين، رضي الله عنكم، ويسعدني أن أقدم هذا الوعد الجميل بمناسبة المعلمين وأولياء الأمور والطلاب المتخرجين من المدرسة الثانوية في هذه المناسبة الجميلة التي نفخر بها جميعا. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل العلم نافع طريقا موصلا لرضاه، وصراطا يتبعه من أراد هداه، ويحيد عنه من ضل واتبع هواه، ومن أضل ممن تبع هواه بغير هدى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله، وعلى اسم الله، بسم الله نبدأ، وبسم الله نصير، وإلى الله المنتهى، وإلى الله المصير. أما بعد، أيها الحفل الكريم،
إنه لشرف عظيم أن نقف بين أيديكم اليوم أسالة عن نفسي ونيابة عن زملائي خريجي الدفعة 29 من طلاب مدرستنا الحبيبة في هذا العام. أيها الحفل الكريم، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة الثابتة اللازمة اللازمة لها نكة كالعدر فاح مع النزيب، ولها طعم أحلى ما تمج به الجوارح. نتحييكم بتحية من القلب يطيب شداها مسكا وريحانا، وتحمل فدياتها حبا ووفاء. أهلا وسهلا أحبابنا، ما أجمل الدنيا ما أجمل الدنيا بهوى أنتم، ولا تخبو الدنيا في هوى أنتم. فضيوفنا الكرام، نهديكم سلاما لو رفع إلى السماء لو رفعت إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزلت إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحر لجعل الملح أجاجا عذبا فراتا وسلسبيلا. فسلام الله يهديه إليكم، سلام عاضر وله أريج من الأعماق يعبق يا سمينا. فسلام تخرج في صدري وفي قلبي، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Agisufona, the area MP Major Deko Barru, our Muslim scholars, our skillful teachers led by our effective principal, Ustaz Sheikh Mohammed Daoud, our protective parent, and my fellow graduates, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is with a great pleasure to welcome you to our 29th annual graduation ceremony of Salam Islamic School. Firstly, let me take this opportunity to thank to our graceful teachers, and I will proudly say thank you for being on our side and sharing this incredible ride. Our teachers and mentors, your wisdom and guidance has shaped our minds and ignited our passion for learning. Your dedication to education has not only imparted knowledge but has also instilled a desire to keep growing and exploring. Secondly, our parents must know today that our life has a purpose and goal, all because of their relentless effort and faith in us. We thank to our parent for your blessings and the constant support that you have given us. No enough words can express how grateful we are to you for everything that you have done for us. وحاجيستا كلا قوبتا كهاللي مامولكا والدين إيا علومادا كسوقيب غالي حفلادا إيا قواد ولادا عاي حبكا عرضايدا وحلو باري إسلامار كانا كولا دردارمي إنا يسيف ديان علمي غالا باري سنة كالمدرسة كتخرجاين ودفع هذه اللواتن هي سجالات لقب اللاو مالك المدرسة ذي باللاو ذيني أرضي أي صوص أرت الثانوي كبحان كون سجال بقول سجالشن إيه لحدي وحكى لهم هذا مدن ولا كان إن بيجا نجا مقال هذا ما جدا قبره والله يفشر هنا إيه إذا الله خير ونكون هذين هنا ومركز الاتحاد ومدرسة السلام وضيف الشرح ونقنا مركو الرئيسي أسوى وقفنا وترتم آيو يونو ماضي مركو اللوان بري هوري مركو صار لوس ودورتك هيد هذا هو مركو سدحات مركو أسيقنا وانكو مهدين إنا بقول كيو بقول إلهي ها بركة خير كا وودقا نولي هاينا إلهي سبحانه وتعالى أجري حسنة كسية وحكى لولا المهد مضان والدين تا علماء الدين كما قال هذا هو يوينك مارتنا للجوغان حفلة المعنى لنا مشاركين أيان يا أيقنا مهد مضان وحق له مهد مضان أرضي دي مدرسة كتخرجين هو أيقنا قار كمدين للجوغان ونقرب تاقن أي أيقنا مهد مضان مهد أكدب وأنا كشكين دورا نمان كارد نيرا دي مدرسة كتخرجين مدرسة قرب تاقن وحيالي إقبتين وحيرابان إقبتان مركو أور رئيسو مدرسة سلام دادك ويا قانا 1980 وعلى أساسي قلاسيها الدنبي لولكا وكويا لو نين والال كان أور رقار سيري أو هاد الدنتي أو حبالا بالبحي حاج قاسم الله يرحم الله ونحريستو قبرقنا الله واسعيو صدقات أصلاً ما رتي تيجار ثا الله قديم مدرسة دا مراحل بدن بيسامر تا ابتدائي بهذا دنا عدادي هذا ثانوي كون سجال بقول سجالشني اللي حدي
ayaa maaragtay yaa sanawigii u horeeyay ee madrasadan ka baxeen oo ka qalin jabiyeen dufcadan hadda maantana waa dufcadii 29aad arday badan oo madrasada ka takhrujeen oo dibadaha aadeen baa jiraan oo ilaa PhD soo qaateen qaar ka mid ba hadda nala joogaan walaalkan Dr. Yaxye Sayid Yuusuf wuxuu ahaa 1999 yuu inta ka qalin jabiyay haddana uu nala joogaa waa kan qaar badanna dhinaca maadiga ay aadeen oo maaragtay ilmaha ila dhigtaan iskuulla way dhigtaan madrasana way dhigtaan ilmihii hadda meesha taagnaayeen ay hadlayeen arkayseen ilaa 3 cunug baa hadda ku iskuul ka qalin jabiyeen madrasadana way ka qalin jabinayaan Xamza Bile Faarax Cabdirazaaq Carays Yuusuf Shariif iyo kuwo kaloo hadda meeshan aan soo istaagin oo form 4 bogeen baa jiraan JSS iyo iskuulaha kale giddina waxay wataan B minus iyo B waxay ka badan imbeegan u maqlayaan malaynayaa madrasadana way ka qalin jabiyeen marka nimanka hor bay u sii socdaan tacliin bay rabaan inay sii kororsadaan marka madrasada sanad walba dibcay soo saaraysa waqtiga laga bilaabay ilaa hadda dibcadii 29aad weeyo ilmaha hadda sanadkan qalin jabinayeen 54 cunug waa runtii kumaanad fikrayn maartay in la yeeri doono waa hadda igu cusubtay maartay meeshan baa iska fadhiyay marka kadii u noqotay raali hadda maartay إن شاء الله تعالى ما دام مدرسنا عن كبحي دور سنة كهر حدنا سدح ويل أي قلة شمنا يان ما هذا مشا يجوان يا أساس بالي وقر تبع مالنا يا وحكلا عن دار إن شاء الله مجيران دمان أرضا بتقشور تخرج يسو إلى هنا بركة يو إلى هنا كده يكود عادة أنا وحقال بانو هي مدرسة أنا كبحي مارت هذا كهر نمارت الجوعي runtii waxa lagu barta ilaa iyo maadooyin gaar ah 30 ku dhaw 30 maado qofka meeshan ka baxayo fanni kasta oo diinta islaamka ah wuxuu ka yaqaanaa maartay maalintii aanay meeshan ka qalin jabiyay waxaan ka bilaabay tafsiirka quraan kariimka masaajidka sunna ka bilaabay marka idinkana insha Allah taala waxaan idin rajaynayaa maartay inaad sidaas oo kale aad noqotaan maartay waxaan insha Allah taala maartay madaxda sharafta badan ee soo booqatay حفلتك كسو قيب شيء لو كل يبو وحان ربع إن شاء الله إننا حصوصيو إلهي سبحانه وتعالى مارتي سيد وقر جارا يو الله وحلي يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم هذا الدين إلهي وقر جارتان إلهي وين قر جار سبحانه وتعالى حضوركم ماذا حد أيمان سماشة وهيكم بتأمارت الدين إلهي أول قر جارو وحو قبشة معناها مدارس تي جامعة الله إسلامية وهيكم بتأي الدين الإسلام كأول قر جار مارتي إلهين ووجر جاري مارتي ولا ينصر أن الله ما ينصره إلهي ووجر جاري قف في الدين سوجر جاري مارتي وإلهي مهدي مدرسة السلام تاريخ ذي دارت إلى يومنا هذا أنا يولي أي من هذه إنه بحاجة ومن هذا الصعدة ده طيالة عيسو صارت أرضها كبحضان أي جامعات كجلان مجتمعنا أي وحبذا كبدلان نفتو ذا أنفعان مجتمع ذا أنفعان وإلهي مهدي الحمد لله حمدا كثيرا قضبك أنت بدنا هدى اللي قاعد عليه بن آدم الدون لوت الماي ماي بل تحبون العاجلة وتحبون المال حبا جمني وإنه على ذلك لشهيدي وإنه على ذلك لشديدي نك اللي يري هدى نختار نقائي باشا كراسي وحا أنك هدى كبرين منه وابد ما عاديس إنه هنقول يحول الرأس ده نختار هم نقضه أما واحد كله تبع عضو رسالة ده مدرسة ده وحوية إن يسوع صارته ضد علماء مشايخ مجتمع هجامية جهل الله دجالة معروف كفافية منكر ككهر تجا أئمة ضد كهجان دين النقض رسالة ده جام مدرسة ده وحوية وحي أدون كسابسن نول بقي رجعني مدي سي صدوح حقني تعوت المايمان أسيار هالسنعي لكن ماشان ومدرسة إسلامية مدارس تينو أنا أرضى كل نجاب إنه أنا النقضان شيء خبر أو كله شيء خبر أو كله شيء خبر أو كله أنا النقضان علماء أنا النقضان تان كل دورينه أدون نول بابا وح وقاطي بورسدي سوته أسيار هالسنعي لكن ورثة الأنبياء أنبياء ذو محلير لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم علم الشرع الى الوجيده
علمي أنبيادة يعني حلكي أنبيادة إن قاضنا ونعرضنا علماء النقضان أو مشايخ النقضان ووحنا ده منكر يحمان ولقاه الله يقدر وحلو بدري كرا دين بلو بدري كرا دين بلو بدري كرا وكله لو بدري كرا مجرت مر الله على مركي دعوته أي كرو كعض وحبرش الإسلام كرا كرو كعو قبلها حجاب كذا أوبته ويلش السلوك هذا أي بطان منكر يحمانته حسب ودعيسة حسب ودعية مر الله على مركي حق الدون كأرد دننا منكر وفافي معروف كنا ويرانيا مركا ولا ليال أن حوج إسكوجين قف والبو أرضا يا كنتن يا مقات خروجيس ما أنت كنتن يا أفر كأرضا وحنا غلنا كنتن يا أفر الشيخ النقضان كنتن يا أفر حاكم قاضي يا النقضان كنتن يا أفر معلم مدرس يا النقضان أو مقالة أنا لقى دريمة إسبدل كنجاح بقى أنت صوص أرتي خديجة أنت صوص أرتي مدارس معاهد فربضم بالله أنا هاي أنت صورنا إسبير صدي مقالة أن منكر كذا سي سخرا يلو بدل كذا بونتي وكهذا لا يي إمبيجو مقالة أن يسبدل وين وكصعده وين مقطع إن بدنا شعبد الله بولا باكشيك رحمة تحفيده الله أيها كهذا مقالة أن وحكو الصعده وير حقل ودراجة وأخلاق ذا اللي بدله يعررتين يجيل كين وجر والبقير وجله كله أيها الصعده منكر محلقارته دين بلقارته مركا أنت هذا وحي على هنكله مسؤولين تما ضحده أجا الرشقة ذي نقب صدام هدي هدا يعني رنتي مثله مهم وناقش شيء أو آه قفنايال قالا وح بدري يمبيال وح بدري إننا شيخنا وحربنا إن الموشين جينه أنا متقن ما دحرني أو عندنا هنا كل واقع بارك يا مخدراتك يا دراوين كمجال هذا سيد الجزولين لها كل واقع هنا دهنا أرين تصمم فعلا يا وهذه قالا دي بالله قالا دي أو وقش وناقش شيء هذه قالا دي بالله قالا دي إننا مسلمين تأم سومين باب أولى مني يا مثلا داس إنن كلك ولا إنه جفناها يمبيق لفت الكيسة يمسي ياشا أو أنا هنا موشين كاسا ودنا برامج كاسا جا أو إن قال لك جارو أو رول كي شرعي كي النظام ك دولة هوسات كأنن كونتي كأنن لجليه أرين تأيدا إنن كقب هذا نديار سومين يا بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وحا gabagabadii goobta ka hadlay mudanaha Garissa Township Major Deeqo Barrow isagoo amaan kala dulnacay macallimiinta iyo doorka ay ku leeyihiin in ardaydaasi ay cilmiga inta leeg soo bandhigaan ama ay ka bartaan madrasada isla markaana kula dardaarmay ardaydaasi in cilmiga iyo khayrka la baray ay sii faafiyaan isla markaana bulshada ay ugu adeegaan midda hore Ilaahay ba mahad iskale oo fursada nasiyay ما أنت أمشان سكو ماني ساكا حفلات كلو أيضا نسيدنا كله يعني جون والله وان كفر حي يعني ما أنت أنت سو مدرسة سو حف قالين ده قالين جبينه يسألين على دينته أنا عن كقريب قاطه أنا كفر حد وين بيت أود أنا إله بأسكله وأنا فرصة دايسي نقول بمهلا فرصة دايسيتو مد اللبات ما ملك مدرسة دنيتو سلام وأمنا هي سلام دمشق كسو أس أسمتي وقتي أساس متي دتك إن هرة جارس جوجي وقرناه ومدرسة قديمة ومدد إرسو جرتي أنت أنا دذال كاسيتو وسدن كسو جارتي وحواي وعلوم هذا إنه يو سو جارسين وقتين وحبر الشدة يا ما أنت ماشان أركيسين أرضي إذا ما أنت ماشان كهلين دذال كيسمين كل والد كده لو كفر حسين يو كوي وحبرن أدب وبر حسين سببته أي تهي هدي وحي من الألك وحي سود ذلك يسوس مين من الألك وأركن وحنا كفر حسنها إنه ولادك قوي للشيخ محمد داود مديرك أنت تاسو أرضيك قال إن جبي سمانت تختارين إيه ما أدري لنا هذا حتى سافرت هلا أنجوني ويل تختار إيه وماشان كان قال إن جبي جارس الجنة هوسبتال أو تختاري يعني ماشان حفيد ده كسوق ما أنت أنا لا تسي مركا ذلك وهدن كان وجهه dadalku culimadu way sameen dadalkaana maxaa waalidiinta ardayda iyo culimada nabo way sameen marka inaan ka faa'iideysano fursada aan haysano wadankan hadaan Soomaalina wad ogtiin Soomaaliya daanahay waxaan soo marnay wadankan ku soo marnay duqeyda way garanayeen iyo culimada hore way garanayeen wadankan sidoo ahaan jiray gacan bidhayn kan lagu hayay dulmiga wadankan lagu hayay جارس مالن جارس جواي واحد ليه جري جريتي سلك الإسقلية جريتي يعني ما كل يوم كور هيسين دوت كجرناي ما أنت نسيان حرق النهي يعني دين قاسة دين الدين تي وحبر الشظي
xornimada aan soo aan hadda haysano waa arkin marka inaan ka faa'iideysano waa muhiim magaalada Garis waxa ku taala wax alla wixii cunugaad u baranka lagu baran karo weysta waxaan inta dhinaca kale ugu sii hantaagno waa bilaash ma university maadiya da aragtu waa kan ti jaamacad islaami waa kan laba baa ku yaalan mustaqbal iyo umma ya inta ku yaalan training kale oo meeshan wax barashada kale waa kan marka MTC waa kan macallimiin hadda rabto inaan barto Garis ku baran waa fursad wadamaha countyalka kale eeysin hadda haystaan horta jaamacad noo isan ku taalo tan Garis aan jirimale jaamacad islaami oo Garis aan ka eeno meel kale ay ku taalo male aan Garis ka eeyn MTC aan ma jirin meel kale ma jiraan neb technical waa kan ma jiraan macallimiinta meesha lagu baray waa inta marka fursadan waa fursad aad qaali ah waxa kali oo ilmaha looga tagi karana waa waxbarasho dhaxalka kali waa adduunka dhaxalka kali ilmaha uga tagi karto waa waxan ay barteen ma aha guri ma aha plot ma aha gaari ma aha account lacag ku jirto waxa soo odul baabi maalinta aad baxdo waxa soo odul baabi laakiin waxa xaqiiqatan baabi in dhaxal quman ah waa cilmiga neeyta meesha lagu baranayo